مال مال راتب راتبي قطعوا راتبي قطعوا من على قرار الحكومة قطعته هذا قاعد راجع لسه ما فتت والله واقف صار لي تقريب ساعة اي والله لسه ما فتني هاي صار لي سنة ما مستلم ما شهرين ما شهر 12 و1 2018 ما انطوني راتبين انقطعوا عني ايه واربع خمس مرات اراجعهم ما اسوي هسه قالوا لي اطلب طلب هاي رابع طلب اكتب هاي عام واحد اربع طلبات اكتب وما ينطوا النتيجة هسه قاعد اشوف هاي الكتاب من المدرسة على مود اني طالب هاي الشهر قطعوه فلازم كل سنة اقدم طلب مالتي مال والدي متوفي واني وريث فلازم كل سنة من بلغت لازم اقدم طلب تأييد طلب تأييد باني طالب فهر التأخير هذا كله هينة صار لي يومين ثلاثة ولحد الان ما كملت سبب الزخم اللي عليهم هم ما مقصرين بس زخم وايد يعني ايوه قله الكادر فلازم يعني بكل شباك لازم موظفين ازيد اخوي احنا على مود المتراكمه مال 2014 مال اطفال اولادي القاصرين قطعت مواكد داعس سويت معامله كامله هاي كم شهر اني اروح واجي هالشهر وهالشهر وبيوتنا تعب القديمه واقع اريد نعمرها راتبي 300 كنت انطي ايجار 200 السشهم من كان عمرت بيتي ورجعت كله بالدين سويته وننتظر المتراكمة وما اكو والله بس اطالبهم بهاي حتى اقدر اكمل بيتي ارجع على بيتي انا اطلب من الحكومة يعني الموظفين اكو بيهم زينين يسهلون امور اكو بيهم اصابعك ما سوى اطلب من الحكومة شوية يسهلون مال هذا الروتين يسمونه روتين القاتل والعالم تعبانة من طاسان عدد الدين مرات الدين مرات اشتغل يعني شغلي كله للطريق صار لي 10 سنين 3 سنين يعني شيء على شيء يمكن جامعني 3 ملايين فأطلب من الحكومة يستنون أمر المواطن هذا الروتين شوي يقللون عنه يعني أكو ناس تعبانة أنا قاعد يجار الساعة ما أطلع أنا باش طبعا بالنسبة للزخم أنا أحب أن أوضح شيء مهم جدا عدد متقاعدي محافظة نينوى تجاوز 370 ألف متقاعد وما كما ترون البناية صغيرة هي عبارة عن روضة ونحتاج إلى مساحة أوسع وممرات أكثر ومرافق أكثر حتى نستطيع أن نقدم خدماتنا لهذه الشريحة بشكل جيد وانسيابية عالية الازدحام طبعا يحصل في بداية الشهر 4-5 أيام 6 أيام لا يتجاوز الأسبوع وبعدها ترجع الأمور كما كانت سابقا كما لاحظتم الآن ما عندي أي ازدحام الآن بالدائرة هذا الشهر كان هناك ازدحام نوعا ما كبير بسبب بداية السنة الجديدة وظهور رواتب كثيرة موقوفة لأن عندنا احنا في كل سنة إعادة إثبات حياة وإعادة تشيك للمعاملات وللرواتب التقاعدية خوفا من هدر المال العام والتجاوز على خزينة الدولة نقوم بإيقاف كثير من الرواتب لحين التأكد من سلامة موقف أصحابها سواء كانوا على قيد الحياة أو كانوا ذو موقف سليم يؤهلهم استلام الراتب التقاعدي كذلك بدأنا بتنفيذ القانون رقم 26 لسنة 2019 هو التعديل الأول لقانون رقم 9 لسنة 2014 قانون التقاعد بدأنا بتنفيذ هذا القانون لاعتبر نافذ اعتباره من 31/12/2019 وردتنا كثير من الاستفسارات وكثير من الأخوة المتقاعدين راجعون الاستفسار عن الزيادة طبعا الراتب الحد الأدنى للإعالة والشهادة هو أصبح 500 ألف دينار كذلك الفقرة المهمة في هذا القانون السن أصبح 45 سنة بدل 50 سنة مكافأة نهاية الخدمة أيضا نزلت إلى 25 سنة بدل 30 المادة 13 التي نصت على لا يمنع عزل الموظف وترك الوظيفة واستقالته وأضيف إليها فقرة إقصائه هذه ما كانت موجودة من منح حقوق التقاعدية إذا كان لديه خدمة
كانت 20 سنة بالقانون السابق، بالتعديل أصبحت 15 سنة، والعمر كان 50 سنة أصبح 45 سنة. طبعا هذه أمور كلها تزيد من عمل الدائرة، تزيد من المراجعين للدائرة، أيضا إحالة الموظفين مواليد 57 و58 و59 و60 دخلت على الخط أيضا اللي مواليد القانون الثاني. طبعا هذه راح تعمل إرباك للدائرة لأن أعداد كلش كبيرة، يعني التربية فقط بحدود 5000 حسب ما صرح به مسؤول الموارد البشرية في التربية، الصحة لديهم أعداد كبيرة، الجامعة لديهم أعداد كبيرة، هذا راح يعمل إرباك للدائرة. نتمنى أن نستطيع أن نسيطر على هذا الموقف. جانا كادر أيضا بحدود 46 موظف، سابقا كان يكفي هذا الكادر والأمور تسير بشكل، ولكن بعد تنفيذ هذا القانون أعتقد هذا الكادر غير كافي ونحتاج إلى دعم من كل الدوائر، نحتاج مساندة.